والآن
عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نادفه من الرجس والترن، وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حسبها المحن. واذهب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هدي كمن افتتى. واذهب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هدي.
محمد جمع الناس ووحد ونداء الحق ردد فشد الدهر وغرد أسد الأيام فشد الدهر وغرد أسعد الأيام جاءنا والناس فرض بعضهم يظلم بعضه فأقام الحق فرض حقق العدل وأرضه فشد الدهر وغرد أسعد الأيام 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 جاءنا والناس فرض بعضهم يظلم بعضه فأقام شد الدهر
صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة خيم في زاروت